هل أنا أؤجر إذا كفلت يتيم وهو في مكانه، يعني رحت شركات هذه الندوة العالمية ودفعت فلوس وكفلت يتيم سنويا، هل آخذ نفس أجر اليتيم لو يكون عندي بالبيت؟ لما أنا عندي أطفال ما أحتاج. نعم. الأخت فيصل من السعودية سألت الشيخ عما يفعله بعض الناس من كفالة الأيتام عن طريق الجمعيات المعتبرة أو المؤسسات المعروفة إلى آخره، تذهب إليهم وتدفع مبلغا من المال. تقول هل هل هل, هل تؤجر يا شيخ كما لو كان هذا اليتيم عندها يعيش معها في بيتها؟ نعم بالتأكيد لا، هذه عانة في كفالة، هذه نعم مساهمة مشاركة نوع كفالة، لكن الكفالة الحقيقية هي أن يضم اليتيم إلى رعايته وعنايته المباشرة تحت نظره في بيته، هذه الكفالة التامة. أما دفع المال لمن يقوم على الأيتام ويرعاهم فهذا من كفالة اليتيم، يدخل في كفالة اليتيم لكن ليس كما لو أتى به ونظر إليه في مصالح بنفسه. نعم يدخل في حديث أنا وكافل اليتيم ما يفعله يا شيخ، هو نوع من الإعانة، نوع من الإعانة أرجو أن يدخل، لكن إذا أتى به إلى بيته كان تحت نظري فبالتأكيد أن هذه كفالة، لأن الكفالة معناها هي القيام بشؤونه، القيام بمصالحه جلبا ودفع السوء عنه بكل ما يستطيع. نعم حسن الله إليكم. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.